التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو الجديد، إذا هذا الفيديو نقوم بإنجاز التمارين بالنسبة لمقرر اللوحة. إذا أولا وصف حركة، إذا أنقل إلى دفترك وأتم ما يلي. إذا تحدد حالة أو سكون جسم بالنسبة لجسم آخر يسمى. إذا تحدد حالة، تكلم لي على أو سكون يعني حالة حركة أو سكون جسم بالنسبة لجسم آخر يسمى الجسم المرجعي. إذا الوليدات هذه نحفظ هذه الجمل، هذا الجسم المرجعي. إذا نسمي مسار نقطة، مسار نقطة من جسم متحرك، مجموعة، إذا مجموعة المواضع، ومجموعة من المواضع يعني مجموعة المواضع التي تحتلها النقطة أثناء بطبيعة الحال انتقالها أو حركتها، أثناء حركتها، وهو مرتبط بالجسم المرجعي. إذا الاقتراح الثالث، يكون جسم في حالة دوران إذا كان مسار جميع نقطه عبارة عن دوائر، للوليدات دوائر لها المركز نفسه والنقط المنتمية إلى محور الدوران، منتمية لمحور الدوران أو إلى محور الدوران، هكذا أكتب الدوران، ساكنة، إذا تكون ساكنة. يكون جسم في حركة إذا لم يتغير اتجاه القطعة التي تصل نقطتين من نقطه خلال الحركة. إذا هنا هذا الفراغ، يكون جسم في حركة إزاحة، إذا الوليدات هنا إزاحة، إذا لم يتغير اتجاه قطعة التي تصل نقطتين من نقطه خلال الحركة. إذا لدي مثلا هذه المتجهة AB، إذا لاحظت أن هذه المتجهة AB تبقى موازية لنفسها أثناء الحركة، فأقول أن هذا الجسم الذي به هذه النقطتين يعني هذه القطعة AB وهذه المتجهة AB تبقى موازية لنفسها، إذا هنا أقول أنه في إزاحة هكذا. إذا أنتقل إلى السؤال الثاني، إذا لاحظوا معايا هنا، إذا هنا أعطاني أنقل إلى دفترك الإثباتات، تتحرك سيارتان A و B على طريق مستقيم بحيث تبقى المسافة الفاصلة بينهما ثابتة. إذا عندنا واحد جوج سيارات، وحدة كتبع الأخرى، A هي الأولى والثانية تبعها B، بينهما مسافة D تبقى ثابتة، إذا هذه المسافة كتبقى ثابتة، إذا بطبيعة الحال إذا لهما نفس السرعة، يعني كتبقى المسافة ثابتة لها السرعة، لهما أن السيارتان لهما نفس السرعة. إذا نشوف هذه الإثباتات، السيارة A في حالة سكون بالنسبة للسيارة B، نعم، لماذا؟ لأن المسافة بينهما تبقى ثابتة. إذا هذا إثبات صحيح. السيارة B في حركة بالنسبة للسيارة A، إذا B ليست في حركة بالنسبة لي لأنها في سكون. السيارة A في حالة حركة بالنسبة للسيارة B، نعم، إذا كانت A في سكون بالنسبة لB، إذا هذا إثبات خاطئ، إذا الوليدات هو إثبات فهو إثبات خاطئ، إذا ما استعملوش A في حالة حركة، لا أرى في حالة سكون، إذا حنا تكلمنا على السكون هنا، إذا هنا ليست B صحيح. إذا السيارة في حالة حركة بالنسبة للسيارة B فهو خاطئ. هنا لدينا هذا الإثبات الآخر، إذا كان جسم في حركة إزاحة فإن يقول لي جميع نقطه تتحرك وفق مسار مستقيم، إذا ليس بالضرورة هو خاطئ هذا الإثبات، جميع نقطه تتحرك وفق مسارات دائرية لها المركز نفسه، إثبات خاطئ، جميع نقطه تقطع المسافة نفسها، إذا هذا صحيح، إذا مثلا لدي هذا الجسم إذا في إزاحة، إذا عندما ينزاح هكذا، إذا فإن هذه النقطة
ستصبح هي هذه النقطة مثلا A، ستصبح هي مثلا A1، B مثلا هي B هنا واحد. إذا هذه المسافة B1 راه كتساوي لي A1. إذا فإن جميع أي نقطة من هذا عندما تنزاح، إذا جميع نقطه تقطع نفس المسافة، إذا نفس المسافة. الآن جميع القطع المستقيمية المنتمية للجسم تحتفظ بالاتجاه نفسه. نعم هذا صحيح. لاحظوا معي مثلا نقطة سي، إذا صيغة اللي هنا، إذا لدي سي A1 B1، إذا فلها نفس الاتجاه. يعني بطبيعة الحال ملي كنتكلم على التوازي مثلا B1 يوازي C1 مثلا، أقول أنهما لهما نفس الاتجاه. إذا هنا فهو إثبات صحيح لجميع نقاط المسافة نفسها صحيحة. جميع القطع المستقيمية المنتمية للجسم تحتفظ بنفس الاتجاه صح. ده الآن أنتقل إلى السرعة وطبيعة الحركة. أنقل إلى دفترك وأتم ما يلي. السرعة المتوسطة لنقطة من جسم متحرك خلال المدة T هي خارج قسمة المسافة المقطوعة، دونك سي لا ديستونس، المسافة المقطوعة على المدة الزمنية، يعني على الوقت أو المدة، المدة الزمنية أو الوقت لقطع هذه المسافة. إذا الوحدة العملية السرعة راه الوليدات هي متر بار سكوند، أو ممكن نكتبوها هي متر سكوند موانزا، سي لا ميم شوز. إذا متر بار سكوند أو متر سكوند موانزا. إذا كانت السرعة، إذا خلال الحركة فإن الحركة منتظمة، إذا السرعة تكون ثابتة، إذا السرعة ثابتة. إذن تكون الحركة في حالة تناقص، إذن في حالة تناقص السرعة، إذن تكون الحركة متباطئة، متباطئة في حالة تناقص السرعة ومتسارعة. إذن هادو يجب أن نضبط هذه المسألة، والمتسارعة في حالة تزايد السرعة. إذن الحركة كنتكلموا عليها متباطئة، ما تخلطوش بين الحركة متباطئة أو الحركة مثلا نقول تتناقص. لا، الحركة فهي إما أن نقول أنها تتباطأ أو تتسارع، أما السرعة يمكن أن نقول أنها يا إما أن تتناقص أو تتزايد، وبالتالي فالحركة تتباطأ أو تتناقص. إذن تناقص السرعة، عندما تتناقص السرعة فإن الحركة متباطئة، وتكون الحركة متسارعة في حالة تزايد السرعة. إذن السرعة، إذن ضبطوا معايا هذه المسائل. السرعة فهي عبارة عن أرقام، السرعة مثلا 80 90 100. إذن السرعة يا إما أن تتزايد أو تتناقص أو تبقى ثابتة، أما الحركة فنقول أنها متباطئة أو متسارعة أو منتظمة. إذن ضبطوا هذه المسائل الوليدات، المصطلحات. إذن أعيد، تكون الحركة متباطئة في حالة تناقص السرعة، وتكون متسارعة في حالة تزايد السرعة. إذن الوليدات، إذن هنا الإثبات الأخير. إذن رابعا، تحديد طبيعة الحركة. نسجل حركة نقطة من جسم صلب في إزاحة أثناء 3 تجارب مختلفة. المدة الفاصلة بين تسجيل النقطتين المتتاليتين متساوية، إذن هنا المدة الزمنية فهي متساوية. انقل وضع أمام كل تسجيل الحركة الرقم المناسب. إذن أولا، هل أولا كيعني ولي به حركة متباطئة، ثانيا حركة منتظمة، ثالثا حركة متسارعة. إذن الوليدات لاحظوا معي هنا منحى الحركة. إذن إذا جينا نشوفوا هنا يا الوليدات، غنلاحظوا أن هذه المسافة تساوي هذه المسافة تساوي هذه المسافة تساوي هذه المسافة. من طبيعة الحال إذا لدي هذه المسافة قطعتها في مدة تي،
مثلا تي واحد نفس الشيء، لانه جا قال لي ان بين التسجيلين، بالتسجيل بين نقطتين متتاليتين عندنا نفس الوقت. اذا تي ان تي ان تي ان مثلا هاد تي ان هي هاد الوقت هذا مثلا هي سكوند وحده سكوند وحده سكوند وحده. اذا اقول في هذه الحاله ان الحركه راها منتظمه. اذا عندنا هنا الحاله اثنان، اذا اثنان فهي حاله منتظمه. لماذا؟ لأن المسافات المقطوعة في نفس المدة هذه المسافات راها متساوية. الآن هنا مطبق على عندنا المنحى، إذا غادي من اليسار من اليمين إلى اليسار. الثانية إذا لاحظوا معايا هذا بين هذه النقطتين قطعها في مثلا واحد اللحظة نسميها تي اثنان، هذه اللحظة أخرى نفس اللحظة تي اثنان نفس اللحظة تي اثنان، فقط سميتها تي اثنان تي اثنان تي اثنان. اذا عندنا بين موضعين كيقطعها في نفس اللحظه. اذا لاحظوا معايا المسافات كيف هي، المسافات راها كتزايد. اذا هنا بوضوح بين هذه النقطه وهذه النقطه راها صغر من هذه، هذه صغر من هذه، وغادي. اذا المسافات المقطوعه في نفس المده تتزايد، وبالتالي اقول ان الحركه متسارعه. اذا رقم ثلاثة هنا نشوف هنايا، انا عندي هنا من هنا لاحظوا معايا المسافه هي كتعود غادي وكتناقص كتناقص كتناقص، ومطبق الحال مقطوعه في نفس واحد المده مثلا نسميها 3 تي 3 تي 3. اذا عندنا نفس المده الزمنيه، ولكن الاحظ ان المسافات المقطوعه في نفس المده تتناقص، وبالتالي فهي حركه متباطئه. اذا عندكم هنا واحد. إذا الوليدات إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا من اللايكات ودعم القناة إن أعجبكم الفيديو. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله.